من كتاب مدرسة سعادة الأيتام مؤسسة شمال بن علي بن سيف الرومي تهليف دكتور خالد يوسف الشرطي. يقول الشاعر زيد الحرب قال قصيدة يدعو فيها تجار الكويت لإخراج الزكاة. يقول في أبياتها: تجارنا عقب المعرفة جفونا، زلت الشتاء يا حمود ما سقونا، ما أدري عسر بهم ولا جفونا، الله يعلم من النوال التعاكس. رد عليه يقولون قال: العذر يا زيد جتنا علومك، وحنا بعد والله ما نلومك، مير السعين بقوة عزومك، لما يجي شملان نرخل لك الكيس. وقال: قولوا لابو هلهل وشملان وهلال وابو حمود لا تخبثهم المال. يا ابو علي يا حسين، يعني حسين بن علي، يا ابو علي يا حسين قل زكوا المال، زايد الدنيا وهذه بها نيس. سلامتكم.